نبدأ بالستيب 1 سكين ايكوالايزر هايدريتينج برايمر لنرطب البشرة. رح نستخدم الألوان كوركشنز، رح ناخد الأورنج لتحت للهالات السوداء لتحت العين والأصفر لبقية البشرة. رح نستخدم المات فيلفت سكين فاونديشن مع البرش 122. رح نثبت الفاونديشن باللوس باودر بالبرش 128. رح نعمل الكونتور بالارتست فيس كولر 116 مع البرش 156. تمشيط الحواجب بالبروجل الشفافة مع 274 برش. آخر شي رح نرتب الشفايف بمرطب الترا اتش دي ليب بوستر اللون الوردي.